طالع اهو طالع حي بتاع الشجر طالع حي طالع اهو افتح لكم كده طالع طويل طالع حي اخو اخدتها ايه ما بقيناش عارفين مين اللي بيحكي الاشكال اللي واقفه حواليك ودي الشباب ابو اسماعيل طالع حي بتاع الشاشه والناس دي مش بلطجيه يعني. طب بقول لك يا شيخ انت ظاهر عليك اللي انت بتتقي الله ويعني سمعك ماشي هو الصح تبع ايه تبع هو الصح لا انا مش تبع اي حاجه انا تبع انا تبع مصر انا مواطن عادي ماشي هو الصح اللي احنا نعتسم عند وزاره الدفاع واحنا اعتدينا على وزاره الدفاع ماشي طب انا هقول لك على حاجه لو سمحت انا هقول لك على حاجه اعتدينا على وزاره الدفاع لا بص انا هقول لك على حاجه بروح انا هقول لك على حاجه بروح دلوقتي الدوله بتقوم على ايه قضاء وشرطه وقوات مسلحه احنا دلوقتي بنشكك في الثلاثه دول طب احنا هنصدق مين وانت عارف مش هنصدق مين وانا لما قمت بثوره انا اصلا وانا لما قمت بثوره قمت اصلا على مين على مين على مين يا جماعه طب احنا دلوقتي خلاص احنا وصلنا اللي احنا هنخش خلاص يعني هنضرب خش على حضرتك خش على كيان بس خش على احنا اللي جايبين 28 يبقى اللي جايبين 6 انا على ما ينفعش نهد هيبة وزارة الداخلية طب احنا ليه ما الناس سابوا لنا الميدان وسابوا لنا اماكن كتير طب ليه ما نروحش نعتصم هناك وبصك نوصل صوتنا ليهم يا جماعه هو محمد محمود لما اتقتلت فيه كان فين كان في الميدان لا اله الا الله يا طب ايه اللي موديهم محمد محمود معلش عايز صوتك يوصل بس انا عايز صوتك يموت سوري سوري انت عايز صوتك كلمه ايه اللي موديهم انا مش فاهم اتقتلت في الناس كام كام عيالكم كلكم يا اخي دورك ايه اللي موديني للاستاد لو انا موت في حمام بيتنا هتقول ايه اللي موديك حمام بيتكم انا غلطان لا 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 على وسط الدم مفيش فهم طب اصبر كده اللي عايز يتكلم يا جماعه كان يجي اللي بيموت امبارح هو لسه في حد قرب بس كده قرب الخرطوش ده كده عاوزين نشوف ده النهارده امبارح كان واضح قرب ايوه كده وضح بقى بالنسبه لا امبارح طلع مرميني لك مرميين كل اللي هو ده انا واحد انا بصور صوت ده ما وضحش الصوره طب من بعيد كده عشان صوت ده احنا عايزين العجله انت مش صوت ان الثالث انا اساسا معلش انا هقول العجله انا اسالك العجله دي مفصيه اصلا انت ياما على الجره انت اصلا ولا حاجه هتقول قبل الثوره بعد اذنك ولا حضرتك اهو على الوضع ده مفيش انت معلش انا بكلمك بالصراحه انا سالت سؤال واضح لو حضرتك مش سامعني كويس قبل الثوره خالص ماشي أيوة. في عطر وفي بطر في عطر وفي بطر ماشي بص في عطر وفي بطر صح في عطر وفي بطر صح هو انا عايز اسال حضرتك انا هقول لك بالله عليك بعد اذنك حضرتك خدت عربيه لا انا ما عنديش انت كم ميكروباص مثلا لا ساعات وساعات حلو بركب متر على المتر احنا سيبنا الميادين وما نسيبناش اي حته تتم في استاد في بورسعيد سعيد قدام مؤامره على 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 عين كل الناس انت ليه ما رحتش للمجلس العسكري اللي بيطلق السولار والبنزين في الصحراء وقفك تبص 6 ساعات في البنزين قلت له انت واقف عادي ليه واقف العجل ايه دليلك بالغول ده ليه مجلس الشعب اللي انت ايه دليلك اللي هو ده ليه مجلس الشعب هو كده ليه مجلس الشعب اللي احنا رايحين له ليه وعايزين نلم بتاع هو اللي مجلس كده ماشي فلس الحياه خدها ما مش عمل ايه مجلس الشعب اللي الميدان وقع وزارتين اتنين ومش قادر يسحب ثقه من وزاره واحده لما مات هنقول المجلس العسكري اي حاجه بتحصل بنقول المجلس العسكري هو ده اللي بيحصل اهو مين اللي ماسك الرئاسه مين اللي ماسك الرئاسه اللي ماسك الرئاسه شويه لمؤاخذه رئاسه الدوله مين اللي ماسك الجيش الجنرالات اللي عايشين اسمها الجيش اسمها العسكري المجلس العسكري مجلس العسكري ومنك وكلنا قاعدين حلو تمام زي الفل هم دول القاده بتوع الجيش كانوا بيضربوا هو الجيش يقدر يتحرك لو انا بدول ادي لهم الاوامر لا هو عايز يسلم بقى هو عايز يسلم السلطه اللي انه كان بيحصل ايه
لانه كان بيحصل لان كان الناس اللي موجوده في مجلس الوزراء بتحاول تعطل الشغل.